حياكم الله أصدقاء الطيبين الموجودين بقناة أحمد النعمة. اليوم إحنا مثل كل جمعة نلتقي وياكم بسوق الغزل بابل. طبعا هذا الأسبوع ما قصرت فيكم وين نزلت لكم فيديوهات تخص الأسعار، وإن شاء الله مستمرين وياكم، بس صبركم عليها خليكم معنا. من هناك ناريات واير وفحل واير على 20 وفحل الفول 45. وين وقت 50 أكل 50. ما عندك كناريه؟ هذا اللي هناك رسبي فلوس فن بالنسبة للكناريه. تني أكثر من نوع، بين هولندي وبين عيون حمر، عيون حمر بيض وعيون حمر صفر، وبين النورمال هذا تحت أكثر من نوع. هذا من الأفراح والبجاري الزينة أكثر يعني من نوع. هذا اللي هاي السودة والبيضة على 40 وعلى 35، على نوع من نوع الحمام. الحمام ما أعرف عنه. هذا فحل مغرد ب 40، نوع من انواع الفنشار. هذا اللي على 35 زود لمس القياس عم صحه وملك ريش ساعه فحل كامل 40. لأنه واحد منهم أو واحد منهم يسبان سبانجلات، لأنه فحله مخاليف على 35 هذي مخاليف من بداية جهوزية الوازن حلو. هذا سية سبانيات على 100 دجاجتين وديج. من نعتقد البولونيات على 75، هاي الدجاجة هاي الديج. هسه احنا حولنا بمعرض بابل ناقص الطيبة الأخلاق والله. هذا ان الكريست فناجز كريست على 20، بيهن كريست وبيهن عاديات، مو عاديات عاديات، خدود خد أسود على 20,000 زود. كلش طيوح حلوة نظيفة. معرض بابل بالسوق. لأن هنا جاوز جامبو، عندك جامبو لأن جاوز زوج بلولي وزوج أبيض. هذني الأسماك، هذا حجم خشن، نوعية كلش حلوة، كبيرة أكبر من التصوير يعني. أعتقد الجولدن، هذني نوع من أنواع الجولدن. هذني هنا هم حجم أنا عم من عدن جولدين أو جولد فيش، أعتقد جولد. هذا نوع ثاني من ألوانه كلش حلوة. هذا هم نوع، هواي أنواع عندهم من السمك وإكسسواراتها هم موجودة. هذا طيب حب النورمال، من النورمال كله. هذا هنا قفص كامل هم موجود بمعرض معرض بابل اللي يريد يروح له، قفص مع البيت هو والطيور اللي فيه. بقالات كامل مكمل يعني بترتيبات وبعاديات، في بقالات بلاستيك لأن الفنشات الجامبو، لأن كلهم جامبو. في هنا ألوان حلوة، هذا عجبني اللي راسه أبيض وهو أحمر زبرة. هذني هم بولونيات موجودات في معرض بابل، يعني مستوى كلش حلو هذا.
شوف البذلة مالته. هاي الشيرازية 175 كان وياها بنات من باحة. هاي واحدة من عندهم بقص. هاي ابني هذا نيل ولو فوكس، مجموعة جراء لولو فوكس. هذا الحمام يسموه القمري، مو القمري الاعتيادي ذاك اللي ارفع لي، لا هذا يعني نوع من انواع الحمام. شلون فختية بس حجم يعني خشن، يا كريم يمكن هم يسموه، بس هو معروف عليه بالدول العربية قمري يسموه. كلش حلو يتألف. هذني افراخ مال فنادق جامبو، طبعا هذني عجبني جدا عجبني، بس ما عرفنا مهاتن ردي تاخذهن يعني، بس تاخذهن على مود اسوينا ليفات. بس المشكلة امهاتن ما عرفناهن، هاي جايبيها وجبة كاملة وما ادري امهاتن وين، شلون اعرفهن للاسف يعني. بالعافية علي اخذهن ان شاء الله، الف عافية ومهنديهن. هي قسمة يعني لازم واحد ينقسم له. هذني مازق رد يعني شوف ما شاء الله، رد اسوي هنا ليفات يعني واخذ امهاتنا استفاد من عندهم، بس ما صارت للاسف وبالعافيه اكيد ماكو اسف ان شاء الله. اشوفكم امهاتنا يعني المجموعه اللي هن بيهم. هذن امهاتنا الجامبوات على 20 موجودات معرض بابل. هذا نشوف ذني الافراخ امهاتهم، بس ما معروفات يعني انا ما عرفتهم بالنسبة لي، اذا ينباع من عندهم فيجوز امهاتهم ينباعن. هذا ان هنا الغنادير، هاي الغنادير هنا المقنع، اكو بين الشذري، هذا روز مخاليف، اكو روز اخضر بين الشذريات. هذا ان براهمات في الوقت فلدي براهمات سيح. هذا البط على 1500، طاخ البط الواحد ب 1500 دينار. لأن أفراخ الكوكتيل هم يجيبوهن من فترة وفترة. هذا نصيحة اللي ما عنده دراية به لا ياخذ، لازم عندك دراية وتزقه، مو تاخذك ما تقدر تجيبها انت. هذا من هذا المواد 65 على 60، هذا ما في الوضع. هذا الغندورة الأوبلاين، الغندورة الأخضر على 35 على 30، الروز طبعا هذا روز وفاي بيها وحدة كيسة. هذا باط وفصول غندورة مايات أصفر على 45، هذا واحد وعشرين هو الأكثر به من الأصفر ما شاء الله حلوة. هذا من العرايس على 15 دينار، نانو سيراميك ب 2000 دينار.